لماذا سمي جماهير روما بالفدائيين؟ لو كنا نعيش في السبعينيات من القرن الماضي، فإن واحدة من أكثر الكلمات التي كنا نسمعها في الإعلام والصحف هي كلمة فدائيين، المصطلح الذي ارتبط بعمليات أفراد المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال على أكثر من جبهة، حتى أصبح علامة مسجلة باسمهم. اكتسبت المفردة مع الوقت بعدا أسطوريا للدلالة على الإيمان التام بقضية ما والدفاع عنها حتى آخر نفس. على جانب آخر، لو قدر لنا التجول في شوارع مدينة روما، تحديدا في حي الكوادرارو الواقع شرق المدينة في نفس فترة السبعينيات تلك، لاكتشفنا اكتساح كلمة فيداين حيطان الحي وشوارعه ومدرجات ملعب الأولمبيكو في الجهة الأخرى من المدينة. لكن مهلا، ماذا يفعل الفدائيون في روما؟ تابعوا معنا. بينما كان الفدائيون الفلسطينيون في سبعينيات القرن الماضي، تحديدا سنة 1972، يلملمون جراح أيلول الأسود في الأردن وانتقالهم إلى لبنان ليبدأوا رحلة المقاومة من جديد، كانت أخبارهم تجوب العالم شرقا وغربا في الصحف والتلفزة والمحطات الإذاعية، وكانت الكتب والمجلات والمعارض الفنية والأعمال المسرحية وحتى كلمات الأغاني تحمل صورهم ونضالهم من فم إلى فم، ومن عين إلى عين، ومن أذن إلى أذن. والحال كذلك، فمدينة روما لم تكن استثناء، إذ كانت إحدى أهم الساحات الخارجية الداعمة للقضية الفلسطينية بفضل الحزب الشيوعي الإيطالي واليسار عموما هناك في تلك الفترة. هكذا، وفي أحد المعارض الفنية حول القضية الفلسطينية، شاهد الفتى روبرتو رولليلي الذي سيصبح بعد سنوات قليلة مؤسس إحدى أقوى جماعات الإلتراس في إيطاليا، صورة لأحد الفدائيين الفلسطينيين لأول مرة في حياته والتي سترافقه بقية حياته باعتباره من إلتراس نادي روما. من يدري كيف كانت صور ذلك الفدائي المعروضة في صالة عرض كوزموبوليس في شارع لا توسكولانا أول أوائل السبعينيات، عندما وقعت عليها عيني الشاب روليلي، كما يروي ذلك رفيقه ماسيمو إيزي الذي يقول: أول لقاء كان بين الشاب ذي الميول اليسارية روليلي والمقاومة الفلسطينية كان من خلال صورة لفدائي فلسطيني في أحد معارض المدينة القريبة من مسكنه. كان قد نظمه حزب الوحدة البروليتارية، أحد فروع الأحزاب الشيوعية الإيطالية آنذاك. صورة ذلك الفدائي بقيت عالقة في ذهن الفتى ذي 13 عاما يومها حتى ربيع العام 1972، وقت تأسيس رابطة لتشجيع نادي روما سماها فدائيين. لا نعرف ما الشعور الذي خالج الفتى المملوء حماسة عندما رأى صورة ذلك الفدائي القابض على رشاشه في سبيل قضيته، لا نعرف تحديدا، لكن الأكيد الذي نعرفه أن الفدائي صار مع روليلي اسما لواحدة من أقدم روابط تشجيع نادي روما والتي ما زالت قائمة لحد هذا اليوم. هل كان يعرف لاعبي كرة القدم يومها أن الثوار الفلسطينيين والعرب على جبهات القتال يشاهدون مبارياتهم؟ وهل كان يعرف الثائرون أنهم في بقعة ما من العالم بكوفياتهم وإيمانهم تحولوا رمزا وروحا لواحدة من أكثر جماعات الإلتراس حبا وعشقا لناديها؟ لا نعرف ذلك على وجه التحديد، لكن يمكننا أن نؤكد أن عزيمة المقاتلين تلك وإيمانهم تسربا إلى روبرتو روليلي، الذي ربما رأى أن مشجع نادي روما يجب أن يكون على صورة هؤلاء الرجال، يجب أن يكون كالفدائي صلابة في الموقف وإيمانا مطلقا بالقضية والانتماء. وإذا كان الفدائي الفلسطيني يجهز ليلا ويقاتل نهارا، فإن فدائي نادي روما في يوم يشجع النادي وفي اليوم الآخر عليه أن يتظاهر في سبيل القضايا السياسية. عندما تتجول في حي كوادرادو حيث نشأ وولد روبرتو روليلي، تدرك عينك سريعا الطابع اليساري الثوري في الأرجاء. تدخل إلى بار على ناصية طريق لتحتسي فنجان إسبريسو ساخن مر المذاق، فتقابلك صور ملك روما الأوحد فرانشيسكو توتي من كل المواسم تغطي المكان، وصورة الطائر الأرجنتيني تشي جيفارا ولوحة الحرية. تكون الحي تاريخيا من الإيطاليين المسحوقين اجتماعيا الذين طردوا من وسط المدينة مكان سكنهم الأصلي عندما بدأ العصر الفاشي بقيادة موسوليني بتحديث العاصمة، فتم طردهم إلى ضواحي العاصمة الشرقية واقتسموا المكان مع المهاجرين الإيطاليين من أبناء المقاطعات الأكثر فقرا مثل صقلية وأبروتزو وكالابريا
في عشرينيات القرن الماضي. شكل الحي الواقع بين اثنين من أقدم شوارع الحضارة الرومانية والبشرية، اثنان من سبعة ضرب فيها المثل المشهور القائل أن كل الطرق تؤدي إلى روما، هما شارع توسكولانا وشارع لاكزيلينيا. كان الحي حائط صد في وجه الاحتلال الألماني سنة 1943 وحلفائه الفاشيين، حتى عرف بلقب عش الدبابير. وبسبب استبسال أبناء الحي ذوي الطابع اليساري في القتال، صار الحي واحدا من ملجأين في المدينة يؤمن الفارين بحياتهم إليه من بطش النازية والفاشية إلى جانب الفاتيكان. حتى اشتهر بين أبناء المدينة أن من أراد الفرار والنجاة بحياته عليه إما الفرار إلى الفاتيكان أو إلى الكوادرارو. امتدت هذه الروح الثورية في الحي إلى كل تفاصيل الحياة هناك مع الوقت، فلن تستغرب مثلا عندما تقابل راهب أي كنيسة وتحس بروح اليسار الثوري متجسدا فيه، ولن تستغرب تسرب تلك الروح القتالية لجماهير النادي الذين عرفوا لاعبوه عرف لاعبوه بلقب الذئاب ومشجعوه بالفدائيين. لذا تعتبر جماهير نادي روما من أكثر الجماهير الأوروبية تسيسا، إذ شكلت الملاعب ساحات قتال رياضية وسياسية بين الجماهير وانعكاسا صادقا للمجتمع، تماما كما كان يصارح رولي. في يوم تشجع وفي اليوم التالي تتظاهر لقضية ما، ذلك أن جيلي تربى على أن النادي لا يناقش، النادي يحب، كل كرة القدم مرآة المجتمع. فكر فقط في ارتفاع منسوب العنصرية مؤخرا في الملاعب الإيطالية ضد اللاعبين الأجانب، تحديدا العرب والأفارقة، بالتزامن مع ارتفاع أسهم أحزاب اليمين العنصرية سياسيا، لتدرك الاحتمالية الكبيرة لصحة مقولة الرجل. يرفع الحي الذي يعد جماهيري المنطقة مغلقة لحساب نادي روما، ويشتهر كذلك كونه معقلا في المدينة ضد السياسيين العنصريين، ليس فقط سياسيا بل حتى رياضيا. شعار كوادرارو مثل الفاتيكان، مكان غير مسموح للنازيين والفاشيين بدخوله. هذا الحي الذي لا ترفع فيه راية لغير نادي ذئاب روما، ولا صورة لغير لاعبيه، ولا شعار غير شعار النادي، ولا جرافيتي على حيطان الحي ونواصيه غير فيداين، اللقب الآخر لجماهير نادي روما إلى جانب الذئاب الذي لم ينتشر لأسباب سياسية، كان شاهدا على ميلاد رابطة مشجعين عرفت باسم فدائيين. بداية القصة. كان يوم الأحد 12 من مارس 1972 كأي يوم ربيعي بارد في المدينة، يؤذن بانتهاء فصل الشتاء وينبئ عن قرب وصول دفء الربيع، إلا أن انخفاض درجات الحرارة ذلك اليوم لم يكن ليحول دون نار الجماهير المرتقبة لمباراة نادي روما ضد نادي فاريزا، خصوصا وأن آخر فوز حققه النادي كان في منتصف يناير من ذلك العام بنتيجة 3-1 أمام نادي تورينو، ليسقط النادي بعد ذلك في 7 جولات متتالية من التعادل والخسارة دون تحقيق أي فوز. وما إن انتهت المباراة عصر ذلك اليوم بحدود الساعة 5 حتى أعلنت النتيجة تعثر روما أمام نادي متواضع جدا بتعادل سلبي. كان العائدون الساخطون من نتيجة المباراة من أبناء الحي في حالة هيجان في الشوارع احتجاجا على هذه النتائج، خصوصا وأن التعادل كان أمام نادي من الشمال الإيطالي الذي يربطهم به ذكريات ماض سيئة. دعت حالة الانتماء والإخلاص الشديد للنادي أبناء المدينة لتشبيه إخلاص هؤلاء المشجعين لناديهم بإخلاص الفدائيين الفلسطينيين لقضيتهم. لذا فمرة كانوا يصفون حماستهم وعنفوانهم يصفونه بالكاميكازي، اللفظ الذي كان منتشرا في الغرب كمقابل للفظة فدائي في اللغة العربية. ومرة أخرى يقولون لهم سيتي بيجيو دي فيداين، بمعنى أنتم بإيمانكم أشد من الفدائيين بقضيتهم. هكذا التقط الشاب اليساري روبرتو روليلي الفكرة عن الصورة التي لم تفارق خياله، لذلك الفدائي الفلسطيني، ليقرر هو ومجموعة من رفاقه إطلاق لقب فدائيين عن المجموعة التي ستكون عاملا حاسما بعد سنين قليلة في تأسيس رابطة مشجعي النادي الأول سنة 1977، والتي نعرفها بصورتها اليوم ولتبقى حتى بعد انفصالها عن الرابطة.
ومن ثم اختفاء تقريبا كل مجموعات الإلتراس، واحدة من أقوى روابط المشجعين والإلتراس على مستوى القارة الأوروبية حتى اليوم. شباب الإلتراس الإيطاليون الأوائل قد برزوا في مطلع سبعينيات القرن الماضي على بعد سنوات قليلة من الثورات الطلابية التي اجتاحت أوروبا في سنة 1968، وهم محملون بطاقة سياسية وثقافة مجتمعية قائمة على الثورة والتمرد. وتشير تحقيقات شرطة روما إلى أن 2 من إلتراس فدائيين كانوا ضمن المخططين لمظاهرات مدينة روما التي عرفت باسم مظاهرات الغاضبين، وتخللها أعمال سمتها السلطات بالشغب في 14 نوفمبر 2011 احتجاجا على سياسة الحكومة اليمنية بقيادة برلسكوني وقتها، والأزمة التي دخلتها البلاد منذ فقاعة عام 2008 الاقتصادية. الإلتراس الذي يحمل اسم فدائيين كان بعض أفراده من متقدمي الصفوف في مواجهة الشرطة. ظهر ذلك اليوم في 3 نقاط بوسط المدينة، حيث جرت المظاهرة التي شارك بها مئات الآلاف من الإيطاليين بمشاركة النقابات والاتحادات الطلابية والعاطلين عن العمل من كل مدن البلاد. دامت المعركة الدامية في المظاهرة التي رفع العديد من القوى حينها الأعلام الفلسطينية في تضامن مع الشعب الفلسطيني، بين 500 فرد من بلاك بلوك وجماعة راش من جهة، وبين قوات الشرطة ومكافحة الشغب من جهة أخرى، لمدة 5 ساعات متواصلة من الكر والفر. وما إن حل غروب ذلك اليوم حتى خلفت الواقعة دمارا هائلا في الأرجاء، محلات تجارية محطمة، عشرات السيارات تشتعل على الطرقات، حاويات القمامة رأسا على عقب في كل مكان، ودرجات نارية ملقاة على أسفلت الشوارع لتمنع هجمات رجال الشرطة وآلياتهم. كان دخان قنابل الغاز المسيل للدموع وسياج إطارات السيارات المحترقة يملأان الجو بهواء ثقيل وخانق في مشهد سينمائي، عندما تمكن راديكاليو اليسار المتنكرين بزي أسود والمسلحين بالعصي والحجارة ونوع من القنابل الورقية، تمكنوا من حرق سيارة مصفحة تابعة لقوات الشغب الإيطالي وإلحاق الضرر المباشر في عدد من رجال الشرطة، ليعلن وزير الداخلية ومحافظ المدينة التي استقبلت مشافيها مساء ذلك اليوم أكثر من 100 جريح من الجانبين المدني والعسكري، أعلنت عن ملاحقة من وصفتهم بالمخربين وأن الحملة لن تتوقف حتى تحديد المتهمين وإلقاء القبض عليهم، وليتم لاحقا اعتقال بعض المشاركين الذي كان من ضمنهم عضوين من إلتراس فدائيين. بسبب الطبيعة السياسية للحي ولأبنائه، فقد انعكس ذلك على هتافات وخطاب الفدائيين سواء في الشارع أو على المدرجات في الملعب، فقد كان أعضاء الرابطة ناشطون سياسيا قبل أن يكونوا مشجعين نادي كرة قدم، وعدد من أبناء الحي والمدينة من مشجعين النادي كانوا منخرطين في العمل الفدائي الفلسطيني بصور مختلفة، كما يرمون همسا ربما لنشأة مجموعة فدائي نادي روما في وقت كان العمل الفدائي الفلسطيني له ألقاه الخاص بين شعوب العالم وأحراره في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي دور كبير في ذلك. إلا أن هذا النشاط السياسي والمشاركة الفاعلة وغيرها دفع بإلتراس فدائيين في السنوات التي تلت سنة 2000 للإعلان عن تبنيها طبيعة غير سياسية للتخلص من ملاحقات السلطات في البلاد التي كانت تراقب تحركها السياسي والرياضي عن كثب، وحتى لا تضر النادي وجماهيره. وبالرغم من ذلك، لا تزال المجموعة فاعلة سياسيا في الأحداث الفلسطينية الكبرى على الساحة الإيطالية، فإن جانب نشاط أفرادها في حركة المقاطعة BDS المناصرة للقضية الفلسطينية، تجد الإعلام الفلسطيني حاضرة تقريبا في العديد من مباريات النادي على ملعب الأولمبيكو، كما الشعارات الداعمة لمسيرة الشعب الفلسطيني ونضاله.